كان من غير ممكن انتصار الفاتح وجنوده إلا إذا وصل الأسطول العثماني إلى القرب الذهبي، حيث كان مغلقا بسلاسل حديدية كبيرة، ولم يكن أمام الفاتح إلا نقل السفن عبر البر مسافة 3 أميال ليتم لهم الدوران عبر القرن الذهبي. واستطاع نقل 70 سفينة حربية صغيرة برا في ليلة واحدة. تلك الليلة التي أمر فيها المدفعية دك حصون العدو دكا حتى تغطي أصوات المدفعية على الجلبة أثناء نقل السفن، وما أن تنفس الصبح إلا واستيقظ أهل القسطنطينية على أصوات تكبيرات المسلمين وقد سيطروا على القرن الذهبي، فدهشوا دهشة عظيمة، وكانت الصدمة عنيفة للغاية، إذ أن هذه العملية أحدثت انهيارا في معنويات البيزنطيين، لأن الأسوار من هذه الناحية كانت ضعيفة ولم يكن يعتمد عليها لاستبعاد وصول أي أسطول معاد إلى داخل الميناء. قال أحد قادة العدو: ما رأينا ولا سمعنا من قبل بمثل هذا الشيء الخارق، محمد الفاتح يحول الأرض إلى بحار وتعبر سفنه فوق قمم الجبال بدلا من الأمواج. لقد فاق محمد الثاني بهذا العمل الإسكندر الأكبر. أمر الإمبراطور بعد هذا التفوق العثماني بإعدام الأسرى المسلمين والبالغ عددهم 260 أسيرا، فأعدموا على مرأى الجيش العثماني. عقد السلطان محمد اجتماعا فوريا مع كبار قادة جيشه ومستشاريه والشيوخ والعلماء الذين كانوا يرافقون الجيش، بعد أن تبين له حجم الخسائر التي مني بها الجيش العثماني، وطلب من المجتمعين الإدلاء بأرائهم، فانقسموا إلى فريقين: فريق أشار بالانسحاب حقنا لدماء الجنود وتفاديا لغضب أوروبا المسيحية فيما لو استولى المسلمون على المدينة، وكان زعيم هذا الفريق الصدر الأعظم خليل جندرلي باشا، وفريق آخر رأى مواصلة الهجوم على المدينة حتى الفتح واستهان بأوروبا وقواتها، كما أشار أصحاب هذا الرأي بتحميس الجنود، وكان زعيم هذا الفريق زغانوس باشا. وكان السلطان وأغلب الحاضرين من رأي زغانوس باشا، فصدرت التعليمات باستعداد الجنود للهجوم العام واقتحام المدينة. في 26 من ربيع الآخر الموافق 5 من أيار مايو، حرك العثمانيون بعض فصائل المدفعية وركزوها على مرتفعات بيك أوغلو، وفي اليوم التالي أمر السلطان بالهجوم العام الأول من المنطقة المقابلة لبوابة رومانوس، فلم يفلح الجنود بالدخول، وبعد 6 أيام أمر بالهجوم العام الثاني من المنطقة المقابلة لبوابة أديرنا، فلم تنجح هذه المحاولة كذلك الأمر. وفي 8 من جماد الأولى 16 أيار مايو بدأت حرب أنفاق دموية بين الروم والعثمانيين، إذ أمر السلطان بحفر أنفاق تحت الأرض من مناطق مختلفة إلى داخلها، بينما تتولى المدفعية والنبالون إلهاء الجنود البيزنطيين، غير أن بعض الأهالي البيزنطيين بطنوا للأمر، ويقال أنهم سمعوا صوت ضربات تحت الأرض فارتابوا وأبلغوا الإمبراطور الذي سارع ومعه عدد من القادة والمستشارين إلى موضع الصوت، وأدركوا أن العثمانيين يقومون بحفر أنفاق تحت الأرض للوصول إلى داخل المدينة، فقرر المدافعون الإعداد لمواجهتها بحفر أنفاق مماثلة مقابل أنفاق المهاجمين لمواجهتهم دون أن يعلموا، حتى إذا وصل العثمانيون إلى الأنفاق التي أعدت لهم ظنوا أنهم وصلوا إلى سراديب خاصة وسرية تؤدي إلى داخل المدينة، ففرحوا بهذا، ولكن الفرحة لم تطل إذ فاجأهم الروم فصبوا عليهم ألسنة النيران الإغريقية والنفط المحترق والمواد الملتهبة، فاختنق كثير منهم واحترق قسم آخر، وعاد الناجون منهم أدراجهم من حيث أتوا. وكان فرع من فروع الجيش العثماني يتولى أمر حفر الأنفاق، ولم يكن ذلك بالعمل اليسير، فإن هذه الأنفاق التي حفروها أودت بحياة كثير منهم، فماتوا اختناقا أو احتراقا في باطن الأرض، كما وقع كثير منهم في بعض هذه المحاولات في أسر الروم.
وفي 20 ربيع الآخر 29 من نيسان إبريل أمر الإمبراطور بإعدام هؤلاء الأسرى وغيرهم مما سبق أسره من المسلمين، فقطعت رؤوسهم وقذف بها إلى معسكر العثمانيين. وبالرغم من ذلك استبسل العثمانيون واستمروا يحاولون اقتحام المدينة، فتكبدوا خسائر فادحة المرة تلو الأخرى. وأشار الجراح البندقي نيكولا باربادو إلى هذا في مذكراته التي وصف فيها الهجوم العثماني اليومي على الأسوار وبالأخص من قبل فرقة الإنكشارية، فقال: كانوا يرون الترك هارعين إلى الأسوار بكل سرعة طالبين القتال، وبالأخص الإنكشارية، وعندما كان يقتل أحدهم كان الباقون يأتون بسرعة ويسحبونهم بعيدا غير آبهين بمدى قربهم من الأسوار. كان رجالنا يطلقون عليهم رصاص البنادق والسهام، مختارين في ذلك التركي الذي يحمل ابن جلدته الصريع أو الجريح، فيسقط كلاهما على الأرض ميتا، وعندها يأتي ترك غيرهم ليسحبوا جثث رفاقهم دون أن يخشى أحدهم الموت، بل كانوا يفضلون الموت على عار ترك جثة رجل مسلم قرب الأسوار. أرسل السلطان أمير مدينة سينوب إسماعيل أوغلي إلى الإمبراطور يعرض عليه تسليم المدينة دون إراقة المزيد من الدماء مقابل شرطين اثنين: أن يخرج الإمبراطور وحاشيته بكل الأموال والذهب ويذهب إلى شبه جزيرة المورة ويحكمها تحت سيادة الدولة العثمانية، وأن يتعهد السلطان بعدم المس بحرية الأهالي وأملاكهم وأرزاقهم وكنائسهم، ولا يتعرض لهم في دينهم أو يكرههم على اعتناق الإسلام، ويؤمن على حياته بعد دخول الجيش العثماني إلى المدينة، أما إن دخلها بالقوة فهو حر التصرف فيها كما يرى مناسبا، على أنه لن يهدر دماء أبنائها ولا يكرههم على الإسلام. وبعد أن بلغت الرسالة الإمبراطور جمع مستشاريه وعرض عليهم الأمر، فمال بعضهم إلى التسليم وأصر آخرون أن يستمروا بالدفاع عن المدينة حتى الموت، ومال الإمبراطور إلى الرأي الأخير. فرد رسول السلطان برسالة يقول فيها: إنه يشكر الله إذ جنح السلطان إلى السلم، وأنه يرضى أن يدفع له الجزية التي يريدها، وأن يعترف بسلطته على كافة الأراضي والحصون والبلدات التي فتحها. أما القسطنطينية فهي ليست قلعة حتى يتنازل عنها، بل هي أكبر تاج إمبراطوري مسيحي يرجع تاريخه إلى 1500 سنة، وأنه أقسم أنه يدافع عنها حتى آخر لحظة في حياته، فإما أن يحفظ عرشه أو يدفن تحت أسوارها. فلما وصلت الرسالة إلى السلطان قال: حسنا، عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرشا أو يكون لي فيها قبرا. في هذا اليوم حضر من المجر وفد كبير يحمل رسالة إلى السلطان محمد باسم العالم المسيحي، وهدد بأن أسطول البندقية الذي كان سيد البحر المتوسط في ذلك الزمان ومعزز بأساطيل أوروبا المختلفة على وشك اجتياز المضيق، وأن جيشا مسيحيا كبيرا أكمل استعداداته الأخيرة لاجتياز الطونة الدانوب نحو الجنوب. عقد الفاتح مجلس الحرب الأخير، أعلن السلطان اقتراب موعد الهجوم العام على المدينة، وأطلق شعار: إما أن يسقط العثمانيون أو تسقط القسطنطينية. وصام المسلمون هذا اليوم تطهيرا وتزكية للنفوس وتقربا إلى الله، وفي مساء ذلك اليوم أوقدت النيران والمشاعل والقناديل في المعسكر العثماني حتى ظهر المعسكر متوهجا توهجا شديدا، وظل الجنود طوال الليل يهللون ويكبرون وينشدون الأناشيد الحماسية ويقرعون الطبول، وبلغ من شدة الوهج أن ظن الروم بأن حريقا كبيرا اندلع في معسكر العثمانيين،